الكهرباء التي تأتي أبو ظبي حيث شركة محمد من الساعة 7:35 دقيقة صباحا. نرجو حضركم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقاء جالسين في مقاعدكم ويبقى حسب المقاعد مربوطة بإحكام إلى أن تتوقفت إلى توقف عن كلية تصدر إشارات ربط أحد المقاعد. قبل مغادرتكم السائرة يشاهد تأخذ من أهل جميع أوراقكم الشخصية معكم وفتح الخزائن الروية بحضر. نتذكركم من التدخين لأنه بشكل كلي في مبنى المزار يزيج عدم التدخين إلا في المناطق المخصصة للتدخين داخل المبنى. يمكنكم الآن تشغيل هواتفكم المتحركة إذا كانت في متناول أيديكم. يرجى من السلف يفضل